طبعا هنتكلمنا عن المديول، هنتكلم بقى عن الاوامر ازاي نستخدم الميتا زبريت، بيدينا الاوامر ازاي. طبعا الميتا زبريت هتلاقي شبيه جدا بالشيل بتاع اللينكس، هتلاقي بعض الاوامر زي الموجوده، بعض الخصائص زي التاب مثلا، انت ممكن مثلا لو كتبت حرف اليو اس مثلا هيكملها لك اليوز او زي ما انت شايف. في برضو الهيستوري، في استخدام الامر هي اللي بيديك كلير، امر كلير مثلا هيعمل لك تنظيف الشاشه كلها. الامر ستريد، الامر هيلب هيديك كل الاوامر الموجوده زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. لما تكتب كلمه هيلب او تعمل علامه الاستفهام هديك برضو نفس النتيجة. طبعا في امر اسمه كولر، لو انت شايف، انت طبعا انت شايف اللي في الوان بيستخدم، لو انت عملت كولر فورس هتلاقي بيستخدم ابيض واسود بس مش هتلاقي الوان بتستخدم تاني. في الامر بانر هيديك الشاشة الرسمية اللي هي اللي بتظهر في الاول ديت. استنى بي ايه اه ايه بانر، لو قعدت تجربه اكتر من مره هتلاقي كل مره بيديك الشكل زي ما انت شايف اهيت، اللي هي الشاشه دي اللي انت بتشوفها اول ما تفتح الميتا زبريت. وانا بتكلم على الامر اللي هي مش الاساسيه قوي بالنسبه لنا مع الميتا زبريت، بس انت المهم تعرف. طبعا برضو في اوامر الموجوده في لينكس برضو زي الامر بينج موجود في الميتا زبريت. لو انت مثلا عملت بينج www.google.com مثلا 4 مرات اهوت، عمل لك 4 مرات بينك. طبعا الامر برضو في كونفيج موجود برضو اهوت، دي كل كروت الشاشه الموجوده عندك. برضو امر السيرفس نفسه موجود، لو انت مثلا عشان لو انت بقى دخلت او استعطل الاي بي تيبل ولا حاجه، الامر اس مثلا موجود برضو، اللي هي بعض الاوامر الشيل الموجوده في لينكس. الامر سي دي موجود، الامر ان ماب اللي انت بتستخدمه، ان ماب برضو موجود اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده ازاي استخدمت الامر ده وهكذا. طبعا احنا قلنا اساس اي حاجه هنتعلمها سواء مع الادوات او مع الميتا سبرايت هو الهلب اللي بيديها لك. انت ممكن ما تكونش حافظهم بس انت بتستخدم، تعرف تستخدم ازاي الهلب. قلنا لو انت استخدمت الهلب نفسها هديك، هيسرد لك كل الاوامر. طب انا عاوز هلب عن نوع معين موجود، هتكتب برضو كلمه هلب، وتكتب مثلا لو انت عاوز مثلا على اكسبلويت، او مفيش يعني مثلا اقول لك ايه هيلب جوب مثلا، هي كل الاوامر مستخدمة مع كلمة، كل الخيارات المستخدمة مع كلمة جوب. تمام، هنخش تاني حاجة على امر مهم جدا تاني، اسمه الامر شو. الشو الامر شو لو انت بس كتبته كده لوحده هيعرض لك كل المديول المتاحة على الجهاز. يعني بص هنوقف كده على ما يخلص لانه هياخد وقت كتير على ما يديه، هيرص لك كل المديول الموجودة على الجهاز اهو. هو بدأ يرص اهو بس لسه ما انتهى، شوف اهو قاعد يرص اهو، هنوقف لغاية ما يخلص خالص. زي ما انتم شايفين طبعا انا قلت لك الميتا سبرويد بتتميز بالقوة بالمديول اللي هو بيحملها عنده، بيحملها لك. طبعا احنا بنقسم حاجات كتير، الاكسبلويت، الانكودر، البيلود وهكذا. فطبعا انت مثلا مش عارف ايه المديول الموجوده في الميتا سبوت، عاوز تعرف اللي موجود، فانت بس تعمل الامر شو هيجيب لك كل المديول وهيقسمها لك. يعني مثلا تحت الاكسبلويت تلاقي المديول بتاعته، تحت الميتا سبوت قصدي تحت البيلود هتلاقي المديول بتاعته وهكذا. دي كل حتى دوس دي المديول الخاصه بالوست اكسبلوشن، اهي دي خاصه بالبيلود اهي، دي مديول سنجل اهيت نقولها لك بالسنجل الاول دوت، ده مديول ستيج وستريجر مثلا، ده بيخص مثلا اجهزة الاندرويد. تمام كده، طبعا هو بيديك تاريخ الحاجة دي، طبعا كده يعني مثلا البتاع دي التاريخ ده بيبقى على الصغر مثلا، ده هتلاقي طبعا الاكسبلويت ده هتلاقي من درجة تحت الاكسبلويت نفسها، طلعنا فوق خالص
الاكسبلويت اهي بيديك حوالي حاجه اللي هي تاريخ الثغره نفسها، الثغره دي اكتشفها سنه كام، وتعمل العمل الاكواد بتاعتها سنه كام، التاريخ بالكامل. الرانك ده بيقسمه لاكسلنت، جريت، وجود. طبعا كل ما كان الرانك اعلى، بس هو مش مقياس برضه، تمام. كل ما كان رانك اعلى كل ما كانت الثغره دي اقوى في الاستخدام، تمام كده. طب انا عاوز بس يعني شو بيجيب لي كل الميديو. طب انا عاوز اخصص، يعني مثلا انا عاوز اعرف البيلود بس، مش عايز اعرف كل الكلام ده، فاعمل ايه؟ او هكتب بس شو وبعدها كلمه بي لود، هيعمل لي عرض للبي لود بس. هو طبعا هو بياخد وقت، بس عشان انا مني بستخدم الجهاز اهوت، عرض لك كل بعمل حاجات تانية كتير، تمام كده. فهو عرض لك كل البي لود اللي موجودة بيوفرها لك الميتا اسبلويت. لو برضه عملت شو اكسبلويت يجيب لك كل الميديول الخاصة بعملية الايه الاكسبلويت كده. الامر شو طبعا الامر مهم جدا بالنسبة لنا. تعالى كده نكتبه عشان نبقى عارفين احنا كده، عشان ما ننساش حاجة. عندنا رقم واحد الامر، شوف عندنا الامر الثاني المهم جدا. طبعا انا دلوقتي عرفت كل المديول، طب انا عاوز استخدم مديول اي مديول منها. يعني انا طبعا احنا قلنا اول خطوه بنستخدم الاكسبلويت، وبعد كده نحط فيه على الهدف بتاعنا، وبعد كده نستخدم. طب انا استخدمه ايه؟ استخدمه معانا بالامر يوز، تمام كده. يبقى الامر يوز واسم المديول بعدها كده. انا استخدمت المديول ليه؟ طبعا انت اصلا ما بتيجي تستخدم اي، احنا قلنا المديول الموجود عندنا اكسبلويت مثلا، بيلود، بوست، انكودر، وهكذا. طبعا كل مديول لما تيجي تحملها ليها اوامر وخيارات خاصه بيها. احنا بس بقى احنا حاطين القاعده دي، يعني عندنا اخدنا اول حاجه الامر شو، قلنا بيعرف كل المديول. عاوز استخدم مديول معينه بستخدم الامر يوز، خلاص. لما باجي احمل الامر اليوز ده تلاقي اصلا علامه المحس نفسها بتتغير. وتاني حاجه بيبقى امر اللي سواء الاكسبلويت او البيلود او البوس، كل واحده بيبقى لها خيارات خاصه بيها واوامر خاصه بيها. طب تعالى مثلا، تعالى نختار حاجه مثلا، تعالى اختار حاجة من الاكسبلويت. عشان بس نوضح، تعالى مثلا ناخد حاجة مثلا الويندوز، ثغرة مثلا موجودة في الويندوز. مالتي دي يعني معناها بتعمل مع أي نظام تشغيل، ان هو مقسمها لك على حسب كل الاجهزه الموجوده. اهو تلون ده صوت. تعالى مثلا ناخد ديت، اهي دي اكسبلويت اهي، مديول اكسبلويت اهي، نعمل كوبي اهي، نعمل كلمة يوز طبعا مش معنى ان انا بعمل يوز اللي انا خلاص كده حملتها على الهدف، لا. طبعا انا لازم اوضح له انا هوجه الاكسبلود دي مين. فقلنا كل موديول موجوده ليها الخيارات بتاعتها والاوامر الخاصه بيه. معلش هو في سن التاخير، ان يعني فشخ الجهاز بمعنى الاصح. اما اديك شايفين بعمل مليون حاجه في وقت واحد. يا مسهل يا رب، واقف على ما يخلص. اديك شفت بعد ما حمل، بعد ما استخدم المديول ديت اهوت، عندنا استخدمنا الاكسبلويت مديول، شفت شكل المحس استخدم عامل ازاي. لو انت عايز تعرف كل الاوامر والخيارات، كل الاوامر اللي بيتحلنا اللي احنا ممكن نستخدمها مع المديول دي، هنعمل بس امر هيلب. شايف دي الاكسبلويت كوماند، ديت الكوماند الخاصه بعمليه الاكسبلويت. شايف الامر اكسبلويت ده عشان تشغل بقى فعلا الاكسبلويت. الامر شيك عشان تفحص
شوف التارجت بتاعك هل هو فعلا هيتوافق مع الاكسبلويت ديت ولا لا. تمام، الامر ريشيك، امر ريلود اللي هو اعاده تشغيل الاكسبلويت الموديول دي نفسها، ري ران برضو زي الري اكسبلويت، تمام، وران برضو هي نفس الاكسبلويت. دي طبعا الاوامر الخاصه بالاكسبلويت نفسها لما بتيجي تتعامل مع الاكسبلويت موديول. قلنا الامر، طب انا دلوقتي عاوز اشوف البيلود المتوافقه مع الاكسبلويت ديت، احنا قلنا الامر شو هيديك عرض للموديول نفسها، وبعد كده نعمل بي لودز. طبعا هو هيديني لسته بكل الميديول اللي هي ممكن تتوافق تكون متلائمه مع الاكسبلود ديت. تمام، برضو لو احنا اخترنا الامر شو اوبشن هيديك كل الخيارات اللي انا المفروض املاها مع الاكسبلود ديت. بس على ما يخلص بس اهوت، دي كل الموديول المتوافقه مع الاكسبلويت اللي احنا اخترناها من الاول. طب انا عاوز الخيارات اللي انا لازم املاها قبل ما اعمل لانش للاكسبلويت ديت. هنعمل شو اوبشنز، شايف الاوبشن اللي فوق ديت لازم تكملها اهو. الرايت الهوست لازم اكتب الاي بي بتاعه او العنوان بتاعه اللي انا الهدف اللي انا اللي هو التارجت ادرس. شايف هو اصلا بعد خلفهمك، هو بعد كل حاجه بيديك ديسكريبشن سواء المديول او الاوبشن نفسها، فلازم املى الاوبشنات ديت عشان قبل ما اشغل اللي هي المديول بتاع الاكسبلوي. خلاص، طبعا برضو لو انا مش عارف الاكسبلوي دي بتشتغل على انهي نظام تشغيل ممكن اعمل شو طبعا هو مش موجود هنا، طبعا هو ويندوز بس مش محدد اي نوع. هتلاقي بعض الموديول بتشتغل على فيرجنات معينه من الويندوز بس، فانت لما تعمل شو تارجتس بيديك كل انظمه التشغيل اللي هي النقط الاكسبلود دي تقدر تشتغل عليها. لو ما عندكش حاجه يبقى هو بيشتغل على كل الاصدارات. خلاص كده، برضو في عندنا شو ادفانسد، ده بيدي الخيارات المتقدمة اللي انت ممكن تقدر تملاها عشان تقدر تتعامل مع الـ مع الاكسبلويت دي. عندك برضو الامر اللي هو شو شو افيشن، ده بيديك الاوبشنات اللي انت لازم تملاها عشان يقدر الاكسبلويت ديت ما تتكشفش وتكون ايه يعني بانظمه الاي بي اس او الاي دي اس، يعني تخلي الاكسبلويت دي مخفيه وما تتكشفش. فلازم تظبط الخيارات ديت اللي هي الاوبشنات ديت بالنسبه للمديول بتاع الاكسبلوي. طبعا احنا حملنا برضو البي لود مديول، هتلاقيه برضو بيجي مع بعض الاوامر الخاصه بيه زي الامر جنريت اللي هو هيشغل لك المديول البي لود ديت. تمام، برضو الاكسبلوي مديول بيجي مع الامر ران وهكذا. وانا اصلا في الكتاب هتلاقيني مديك معظم الاوامر اللي بتيجي مع المديول دي والمديول دي. وطبعا عندنا مديول اسمه بوست اكسبليشن ونوب والانكودر وهكذا. طب انا دلوقتي تعالى بقى لو انت عايز ترجع تطلع من المديول دي نفسها تعمل امر باك. طب انا مديني لسته كبيره من المديول، طب انا عاوز ادور على مديول معينه ومش عارف مكانها فين، فبرضه هو بيدينا مع الهيلب بيدينا حاجه ثانيه اللي هي الامر سيرش عشان ابحث عن مديول معينه. وعشان اعرف ازاي بيستخدم الامر سيرش بنعمل هيلب اهوت. الامر سيرش زي ما انتم شايفين مثال بعد اهوت، هنكتب الامر سيرش وبعد كده هنستخدم بعض من الكلمات دي وبعد الكلمات دي التعريف بتاعها. يعني مثلا النيم هنكتب كلمة سيرش وبعد كده كلمة النيم وبعد كده نقطتين، نكتب اسم المديول نفسها اللي احنا بنبحث عنها. الباص زي ما انت شايف ده موقع المديول داخل الميتاسبلويت. البلاتفورم اللي هي ديت نوع نظام تشغيل مرتبطة بالمديول معين.
طيب نوع المديول نفسه، وهنا اصلا مديك اكسبلويت واكسلري وبص، هو دولت اللي بيقدر يبحث عليهم. مفيش اللي هو التايب، لو انت عايز تحدد التايب بس، وانت ممكن تحدد مع التايب ثلاثة دولت بس، واحد من الثلاثة دولت ما ينفعش تحدد اللي هو الايه البيلود. عندك تاني حاجة اللي هو الاي بي بي اللي هي ديت، عشان تحدد دي طبعا قلنا خاصة بالاكسبلويت، عشان تحدد الاكسبلويت ديت سواء كلاينت او كلاينت اكسبلويت او سيرفر اكسبلويت. سيرفر اكسبلويت اللي هي الاكتيف اكسبلويت، او الكلاينت اكسبلويت اللي هي الباسيف اكسبلويت. عندك الاوثر اللي هو مؤلف المديول دي نفسها، كاتب المديول دي نفسها، هتبحث على اساس هذا. السي في اي الكلمة ديت هتعمل بحث عن الاكسبلويت على حسب سنة الإصدار. تمام. عندك ال بي اي دي ديت هيعمل بحث على أساس رقم الاي دي الخاصة بالمديول نفسها. وأخيرا اللي هي الاو اس في دي بي، دي بيعمل على رقم الاي دي الخاص بقاعد بيانات الثغرات. تمام. طبعا عمليه البحث لغايه دلوقتي ما بيدعمش ان انت تبحث على اساس الرانك، قلنا الرانك اللي هو الاكس رانك او كده، بس ممكن مستقبلا يعمل الموضوع ده. تمام كده. طبعا احنا قلنا اتكلمنا على طب انا دلوقتي بحثت عن مديول دي مثلا، وقلنا في اوبشن لازم تتملى. طب انا هملى الاوبشن ازاي؟ يبقى عندنا حاجه امر جديد. احنا طبعا قلنا الامر الثالث اللي هو بتاعنا اللي هو الامر سيرش. طب انا عاوز املى اي بيانات، املى اي اوبشن بالنسبه للمدير عشان نقدر نشغله. تمام. املى ازاي؟ هنستخدم عندنا الامر سيت واسم الاوبشن، وبعد كده البيانات اللي انت هتملاها في الاوبشن دي. طبعا اشهر الاوبشن اللي احنا ممكن نلاقيها عندنا اللي هي البيلود مثلا، يعني مثلا لو عملنا سيت، لو احنا مثلا اخترنا الاكسبلويت معين وعاوز احط البيلود اللي هترتبط مع الاكسبلويت دي، نعمل سيت بي لود وبعد كده اسم البيلود. تاني حاجة مهمة اللي هو الار هوست، انت شفتها الروس ديت اللي هو الريموت هوست، اللي هو ده هتملى فيه المضيف او الهدف بتاعك. الاربورت برضو ده المنفذ اللي انت هتهاجم عليه. ممكن برضو تلاقي بعض الفيديو بتحتاج اوبشن اللي هو اللوكال بورت، ده خاص بالمنفذ بتاعك انت اللي هو اللوكال الجهاز نفسه. في عندك برضو الاس اس ار في هوست، ده عنوان بيستخدم لتحديد عنوان جهاز الاي بي اللي هو المحل بتاع اللي بيشتغل عليه الميتا اسبلوي. طبعا دي اهم الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي الاوبشنات اللي بتيجي مع اي اكسبلوي اي مديول موجود. طبعا لما باجي اخرج من المديول ديت خلاص الاوبشنات اللي مليت الحاجات اللي مليتها ديت بتروح. طبعا في الاصدارات القديمه كان بيراعي اول كيس سنسيتيف اللي هي الحروف سمول والكابيتال، لكن في الاصدارات الجديده خلاص بس عشان التوافق برضو راعي الموضوع ده. طب انا عاوز اعمل التعريفات دي دائمه واستخدمها مع كل المديول، مش هقعد كل المديول امن الاوبشن بتاعها. فعندك بدل ما انت تستخدم الامر سيت بس لوحده، هنستخدم معانا امر جديد اللي هو سيت جلوبال اللي هو سيت جي. ده معناها بملى الاوبشن ديت وبستخدمها مع جميع المديول، بس ما بتروحش لما اخرج من ميتا اسبلويت عامة. خلاص كده. طبعا برضو في اوبشنين برضو مهمين جدا، انت اصلا لما بتيجي تعمل عاوز تعمل دخول لسيرفر اس ام بي، فبيتطلب عندك يوزر نيم وباسورد. طب انا عاوز املى اليوزر نيم وباسورد، هستخدم معانا
الاوبشنات دولت عشان املى بيهم الاس ام بي يوزر و اس ام بي باص. لو انا هستخدم اي دخول للاكسبلويت لو عن طريق الاس ام بي. تمام كده. طب انا عاوز انا قلت طبعا لو خرجت من ميت سبلويت كل الخانات اللي انا مريتها دي هتروح. طب انا عاوز اسيف الحاجات دي واستخدمها مع كل اكسبلويت هيطلع. فعندنا الامر سيف للامر السادس هيخزن لك كل المعطيات اللي انت دخلتها في الاوبشنات ديت. بس المهم ان احنا ناخد بالنا من الامر ده، لان انت ممكن مثلا تكون بتتعامل مع هدف معين وعملت الامر سيف، تيجي تعمل تجرب مع الهدف هتلاقي نفسك مع هدف تاني هتلاقي نفسك لسه بتتعامل مع الهدف القديم اللي انت كنت بتشتغل عليه. فلازم تخلي بالكم من الموضوع ده. طبعا احنا قلنا عندنا بعد كده لما بتيجي تستخدم زي الاكسبلويت مديول او البيلود عاوز تشغلها، قلنا بتستخدم الامر اكسبلويت او الامر رن. الاثنين يعتبروا حتى اليس لبعض، بتستخدمها مع الاكزولر مديول، بتستخدمها مع الاكسبلويت وهكذا. قلنا لما تستخدم مع الاكسبلويت حرف الجي زي ما احنا استخدمنا على الباسيف الاكتيف اكسبلويت عشان يخلي الاكسبلويت دي تشتغل في الباك جراوند. تمام. قلنا بعد كده في امر تاني اللي هو لما تيجي خلاص انت اخترقت الجهاز وحملت وعملت اتصال مع الجهاز وحملت البيانات اللي تقدر تتعامل بيها مع الجهاز، فانت عاوز تعرف الجلسات المتاحه للاجهزه اللي انت مخترقها، فتعمل الامر اللي هو الجديد حاجه اسمها سيشن، وتستخدم معاها سيشن ايه عشان تديك لسته بالجهاز والارقام، وبعد كده تستخدم معاها سيشن سلاش اي عشان تقدر مع الرقم اللي هو الجلسه نفسها عشان تقدر تتفاعل مع الجلسه اللي عاوز تخرج من الجلسه نفسها. كنترول كنترول زد. طبعا في برضو امر تاني. تعال نرجع دي بقى بعض الاوامر اللي هي التكات اللي موجوده في الميتاسبلويت. يلا نعم. هنشيل كل ده. الامر روت ده يا باشا هيعمل ايه؟ لو انت مثلا عاوز اخترقت مثلا جهاز، تعال نعمل حتى نشوف الامر روت ده. منديك الاختيار بتاعه. لو انت مثلا اخترت مثلا تارجت واحد وخلاص، وعايز تخترق اللي هو تارجت اتنين، عاوز تبعت حزمه بس مش ما تبانش اللي هي مبعوطه منك انت، مبعوطه من تارجت واحد، فهو الامر رود بيوجه الحزمه كانها جايه من مع خيار ادد مع التارجت واحد، كان الحزمه انت بتبعت حزمه مثلا التارجت اتنين، فكان هتظهر التارجت اتنين اللي هي الحزمه دي جايه من التارجت واحد. ممكن تستخدمها مع البروكسي عشان ده باختصار يعني، وهتلاقيني في الكتاب عامل لك الخطوات بالتفصيل ازاي تستخدم الروت والبروكسي شين والاتنين مع بعض. تمام. طبعا في بعض الخيارات المهمه جدا اللي انت لازم اللي انت لازم تاكتفها وتشغلها. هناخد اول خيار. قلنا طبعا احنا عشان نملى الخيارات بنستخدم الامر سيت، بنستخدم رقم واحد. الخيار عندنا تايم ستامب اوت بوت، ونخلي الامر ده ترو. تايم ستامب ده اوت بوت ده بيعمل ايه؟ بيسجل لك كل المعلومات المكتوبة في جميع الجلسات اللي هي اشتغلت. تمام. لو عاوز تعمل لكل جلسة ملف في ملف زي اللي هي دي تعتبر زي ملفات اللوج، لو عاوز تعمل جلسة لكل ملف كل ست ملف لوج لكل جلسة عمل، لازم برضو تفعل السيشن لوجينج. تمام كده. برضه لو انت عاوز تعمل معلومات عن ال ام اس تكون تخزنها برضه في ملف لوج، لازم برضه تفعل السيشن اللي هي كونسول. الملفات دي موجوده هتلاقيها موجوده في الهوم بتاع
ال MS4 هتلاقي فيها كل ملفات اللوج ديت. برضو عندك واحدة كمان اللي هي ال ديبوج لوجينج، دي برضو هتفعلها عشان تاخد كل اللي هي الخاصة بعملية الديبوج نفسها. الأمر كونكت بقى، في أمر كمان هو الأمر كونكت، ده عامل زي الأمر بتاع زي النت كات بالظبط، ده بتستخدمه إن أنت تعمل كونكشن مع أي أي بي ادرس. تمام. طبعا ده احنا اتكلمنا على ام اس في كونسول، لما بتيجي تخش عليها بيديك شيفت فعليا انت تقدر تتعامل معاه دي. طب انا مثلا ممكن اكتب كل اللي انا عاوز اتعامل مع كل اللي انا عاوز اعمله في مثلا ملف تكست، وعاوز اخلي ام اس كونسول اللي هي الاوامر الموجوده في تكست يتفاعل معاه وكاني بنفذها في الام اس اف كونسول، يبقى انا هعمل احطها في ملف تكست واخلي امتداد الملف التكست ده ار سي واستخدم معاه سلاش ار هيقدر يتفاعل معاه. لو انا استخدمت في الميتاز بلويت الامر اي ار بي هيديك بيئه لغه الروبي اللي تقدر تنفذ في تكتب فيها كل سكريبتات الروبي بتاعتك وتنفذها فيها، يعني هيديك بيئه الروبي نفسها، بيئه تفاعليه بالنسبه للغه الروبي اللي هو الامر اي ار بي. خلاص تعالى كده حتى ننفذه او ستارتنج اي ار بي شيل ديت بيئه عشان تقدر تكتب بيها اكواد لغه الروبي، وهو اهي عاملها لك اهي. عايزين نطلع منه نعمل كنترول زد. كده احنا خلصنا كل الاوامر المهمه بتيجي مع الميتاز بلويد. طبعا برضو في الميتر بريتر قلنا ده يعتبر اهم شيل نقدر نتعامل معاه من الميتاز بلويد. الميتر بريتر ده يعني بص انا هشرحه باختصار جدا، تعالى كده نشرحه باختصار، هو انت عندك شرح بتفصيلي في الكتاب بس انا هشرحه باختصار جدا. نخش كده على الميتر بريتر. قلنا الميتر بريتر في الاول كان بيستخدم اللي هو الدي انجكشن اللي هو باتش، او بعد كده ما كنت تعمل تاسك ليست سلاش ام كان ممكن يظهر لك. فانت دلوقتي مع الاصدارات الرابعه بيستخدم حاجه اسمها ريفرس دي لين انجكشن وكذا، احنا كلامنا ده الكلام عنه. الميتر بريتر نفسه عامل زي الاكسبلود كارد وبيتكون من بعض الاشياء، بيتكون من حاجه اسمها الكور دي النواة بتاع الميتر بريتر، وبعد كده بتكون بعض الموديول الأخرى نسميها الإكستنشن اللي هو بيستعمل بيها عشان يقدر يتم شغل الكور دي. هي كل هي اللي بتحمل أكواد الميتر بريتر في الذاكرة نفسها، بتعمل بتشمل برضو الأي بي كولز عشان يقدر يعمل إدارة للشانل نفسها، بيعمل تواصل بين الميتر بريتر والميتاز بلوي والعمليات الأخرى، ممكن برضو بيعمل مايجريشن بين عملية. يعني أنت مثلا اخترقت الجهاز العملية دي مثلا وعاوز تخترق عملية تنقل الميتاز بلوي بتاع اللي هو الميتر بريتر بتاعك من العملية اللي أنت اخترقتها اللي أنت خفيه جواها. طبعا العمليه انت اخترقتها وخفي جواها الميتر بيتر ده مثلا، وعايز نقول عمليه تانية فبتعمل حاجه اسمها مايجريشن. ممكن برضو هو الكور ده المسؤول عن العمليه ديت عن طريق الامر مايجريت. برضو ممكن تشغل اي برنامج تاني عن طريق الاكسكيوت سلاش اف، ده اللي بيديها لك برضو الجزء اللي هو بتاع الكور اللي هو بتاع الميتر. بعد كده الميتر بيتر قلنا بعد كده بعد ما بيحمل الكور بتاعه بيحمل الاكستنشن. الاكستنشن اول اكستنشن بيحملها اللي هو الاس تي دي اي بي اي اكستنشن. الاكستنشن دي عامله زي بيئه اللينكس او بيئه الويندوز، بتديك تفاعل مع نظام الملفات والعمليات والشبكات والريجستري والمكونات الاخرى للنظام. بعد تأسيس الاكستنشن ديت وعمل وتأسيس العمل بتاعه وحصل استغلال العملية مثلا مع امتيازات مسؤول، أول ما بيحصل يعني أنت دلوقتي استغليت عملية مع امتيازات اللي هو أكبر حاجة بيقدر يتعامل معاها الجهاز، فبيتحمل تلقائيا الاكستنشن اللي هي برايف ديت، دي المسؤولة عن اللي هو بيعمل لك كراكنج الهاش بتاع الباسورد. تمام. بعد كده في وطبعا احنا ممكن نستخدم الأمر يوزر عشان نقدر نستخدم أي اكستنشن لو أنت عايز تستخدمها استخدام يدوي. في عندك برضو الاكستنشن الأخيرة اللي هي كونجيوكيت، دي مخصوصة عشان العمليات
اللي هي عشان تستخدم اللي هي الويندوز سكيورتي توكنج، اللي هي كونجيتو، تمام كده. طبعا الميتر بروت عشان تعمل، قلنا هتستخدم الامر هيلب، هيسرد لك كل الاوامر المخصصة بالميتر بريتر، بس هيقسم لك كل الأوامر، هتلاقيه مقسمها لك كأوامر رئيسية، تمام. وبعد كده الأوامر اللي بيديها لك الجزء بتاع الميتر بريتر كور، زي الأمر مايجريت مثلا والأمر لود. وبعد كده هتلاقيه مديك الأوامر اللي هو بيديها لك الاكستنشن، اللي هو ال STD STD اللي هو الاكستنشن اللي هو ال STD API. طبعا قلنا الاكستنشن دي بيديك زي بيئه، لونس بيديك، هتلاقي هو اصلا كمان مقسمها لك بعد كده اوامر خاصه بالفايل سيستم، او خاصه بالنتورك، او خاصه بالسيستم كوماند، اوامر خاصه بالريجستري وهكذا، اوامر خاصه بالويب كام، اوامر خاصه بالانترفيس، انت ممكن تعمل كي ستروك وهكذا، تجمع معلومات عن طريق الميتر بريتر، كل حاجه مع الميتر بريتر، ومديك الاوامر وتلاقي مديك شرح بي. قلنا بعد كده بتحمل بريف اكستنشن، قلنا بريف اكستنشن ده مسؤول عن كراك للهاش عشان يديك الباسورد، فبيستخدم معاه اشهر امرين اللي هو الهاش دامب او التايم ستومب. وعندك ارض برضو الجيت سيستم، الامر ده بيستخدم لكسر الهاش نفسه، وانت ممكن اصلا من غير ما يتحمل انت ممكن تحمله عن طريق الامر يوز. برضو ممكن تستخدم النيتر بيضا ده اللي انت تعمل سنيفنج على الجهاز عن طريق الامر سنايفر. بعد كده احنا خلصنا البيتر بقى، في عندنا الموديول الاخير اللي هي البوست، بوست موديول. طبعا قلنا البوست موديول ديت، تعالى حتى كده نشوفها، نبص عليها. ده هو طلع خالص من ال البوست ميديول ده، قلنا بعد ما انت خلاص اخترقت الاكسبلويت، بعد كده حملت الاكواد عشان يعمل لك اتصال ويديك البيئه التفاعليه. البوست ميديول برضه ديت عباره عن ميديول انت ممكن عن طريقها تعمل اي حاجه على الجهاز الهدف، ممكن تجمع معلومات، تظهر انفورميشن، ممكن تعمل كراكنج الباسورد، تعمل كل حاجه. هو بيديك كل التولز اللي انت ممكن تقدر تنفذها على الجهاز الهدف. هنوقف كده على ما يخلص هو تحميل. قلنا البوست موديول ديت بتدينا كل الامكانيات اللي احنا ممكن نعملها. ما نيجي نعمل شو، دي هيعرض لنا كل البوست موديول الممكنة اللي احنا ممكن نستخدمها في بعد ما احنا نكون خلاص هجمنا. طبعا زي ما انتم شايفين بيدينا 229، ادي كل البوست. طبعا انت هتلاقي وصف، يعني مثلا البوست موديول دي بتستخدم لجمع المعلومات بتاع المستخدم المحلي، الايميل اوت لوك ايميل وهكذا. كل موديول هتلاقي جنبها وصف ليها والشغلة الأساسية بتاعتها، يعني مثلا الجزء بيستخدم لجمع المعلومات، مانج للإدارة مثلا، وطبعا أول حاجة اللي هو نظام التشغيل، كابتشر التقاط مثلا، أنت عاوز تعمل كابتشر تعمل كي ستروك أو الدمب بتاعه ده مثلا عشان ترفع الامتيازات بتاعتك وهكذا، تمام. فهو البوست مديول ديت بيديها لك اللي انت ممكن تقدر تعمل بيها امكانيات على الجهاز الهدف، يعني كانك مثلا بتحمل برامج، عاوز مثلا تعمل برنامج عاوز يرفع لك الامتياز بتاعتك، عاوز تعمل تسجل له كل حركات المفاتيح بتاعته، عاوز تسجل له الشاشه اللي هو الكام بتاعه، عاوز تعمل ريكورد للسكرين بتاع الشاشه بتاعه وهكذا. هو ديت الفائده اللي بيديها لك البوست مديول. طبعا احنا كده شرحنا، خلصنا الميتا سبلويت، ده شرح عام. طبعا لسه الميتا سبلويت فاضل له كتير جدا، قلنا هنوزع شرح الميتا سبلويت على كل جزء، يعني مثلا بنتكلم عن جزء الفروش، هنتكلم ازاي نستخدم الميتا سبلويت في النقطه دي،
نتكلم عن كده، هنتكلم ازاي نستخدم الميتا سبيس في النقطه دي، نتكلم عن اكسبلوجن، هنتكلم ازاي نستخدم الميتا وهكذا. تمام كده، واحنا كده يعتبر خلصنا. طبعا في فصلين ما شرحتهمش، اللي هو الخاص باللينكس. طبعا انا قلت اللينكس لازم تكون عارفه كويس جدا، فانا حاطط نقط باختصار، فطبعا هتحتاج اكتر من كده، لازم تكون فاهم اللينكس بيشتغل ازاي. وبعد كده بديك فصل تاني يعتبر بعض الادوات المهمه اللي انت ممكن تستخدمها في خلال شغلنا، مش مهمه جدا، مش قلت مش مهم ان انا اشرحها، انت لو قريتها بس جاست كفايه ان انت تبقى عارف الادوات ديت. تمام كده، واحنا كده خلصنا الكتاب الاولاني، واذا نبدا شغلنا مع الكتاب التاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.